الحمد لله اليوم انطلقت النسخة الخامسة من المؤتمر الطاقة السنوي الخامس في الشارقة بحضور أكثر من 250 شخصية مهمة وأكثر من 15 دولة. الحقيقة هذا إنجاز كبير. بعض الشركات المشاركة معنا اليوم تجاوز عمر أكثر من 150 سنة، فما من شك بيكون ملتقى مهني تقني، مؤتمر ملتقى لالتقاء العقول وتناقش بعض الأفكار الإبداعية. ما من شك أن الماء والكهرباء يمران في مرحلة صعبة جدا على المستوى العالمي. أوروبا في الصيف الماضي اضطرت أن الحكومات أن تتخذ إجراءات صارمة بسبب قلة وشح المياه والأمطار، منعت كذلك حتى أن تروى الزراعة وغسيل السيارات وبعض ما شابه من أمور. نشكر الوالد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، يعتبر الرئيس الفخري لهيئة كهرباء هم الشارقة على دعمه وجهوده وتواصله ولتحقيق حلمنا الكبير الحقيقة، جعل الشارقة مدينة للترشيد وجعل الشارقة عاصمة للترشيد إن شاء الله.